flexible and scalable project management processes with mandatory and discretionary components. بمعنى اخر انه ضروري يكون في معي متريكس اجباريه مفترض ان ناخذها بالاعتبار، وايضا متريكس تكامليه على اساس انه اذا كان في اي مقاومه بالنسبه للمشروع، هذه المعايير اللي بضعها ممكن تعطي ايش؟ انطباع ان المشروع بيتم ايش؟ بشكل ايش؟ بالشكل الصحيح. طيب لا اوف بروجكت مانجمنت فاليو بروبوزيشن اويرنس، بمعنى اخر ما فيش ادراك للقيمه اللي بيقدمها المشروع. ايش اللي يعمله؟ اكيد الكلام هذا كله يمكن اكيد يقنع. هذا الكلام كله اكيد يكون يقنع، اللي هو كوانتيفايد بروجكت مانجمنت بريفيتس، بمعنى اخر ظهير حق ايش؟ الفائدة من البروجكت مانجمنت. طبعا ليميت تايم سيفينج، كواليتي، كوست ريدكشن، كاستمر ساتسفيكيشن، هذه الاشياء ممكن تكون ايش؟ اشياء اقناع، بحيث انه تصبح الطرف الذي مش مدرك اصلا اهميه المشروع فيدركها ابدا، لما يقول له بعد المشروع هذا التكاليف بدات ايش؟ تتناقص. وطبعا الكلام اللي نتكلم فيه هنا كله مش اي مشاريع، كل المشاريع اللي نتكلم عليها ايش؟ اي تي بروجكت، لانه احنا قرينا الشغل كله اي تي جافننس، هنا معنى اخر اي تي ايش؟ بروجكت. كوست ريدكشن، كاستمر ساتسفيكيشن، نفس الحكايه الزبون او الطرف الذي لم يكن ايش؟ ايضا راضي. كرييت بروجكت مانجمنت ادفوكسي، بمعنى ايش؟ ادفوكيت دائما محامي، يعني واحد مدافع عن البروجكت مانجمنت. جروب يعني مجموعه يدافعوا عن البروجكت مانجمنت على اساس انه يوضحوا انه يعني يوضحوا شو بالضبط، ايش الحد، ايش المنافع اللي ممكن احصل منه. ذات شير انفورميشن، فولو يونيفورم بروسيسز، اتبعوا دائما ايش؟ بروسيس موحده. اند دوكيمنت بروجكت مانجمنت فاليو ليسنس. اللي بعده ماركت اند كوميونيكيت فاليو اوف بروجكت مانجمنت تو مالتيبل كونسيستنتيز، معنى اخر ايش؟ اللي هو ان انا اسوق واعمل ثاني مره تواصل، او ان انا اخر اسوق او اوصل القيمه اللي ممكن احصل عليها من خلال البروجكت مانجمنت الى ايش؟ الى ناس داخل الشركه، او الى ناس داخل الشركه، عاملين داخل الشركه، اللي هو بالكفاءات اللي داخل الشركه. اللي بعده ليميتد سبورت فروم ذا توب. العائقين ايش؟ توب ما فيش دعم محدود فقط. اذا هنا في الحاله ايدنتيفاي برو اكتف بروجكت مانجمنت اكسكيوتيف شامبيونز. ايش الشامبيونز بالله؟ شامبيون يعني فوز، شامبيون دائما الناس الابطال ولا بس هنا في المشاريع وفي البزنس ما يسموهمش ابطال، يسموهم رواد. اللي هم رواد، اللي هم رواد التكفيليين يعني. اند يوز ذيم تو برسول ايش؟ اذرز، بمعنى اخر انه الناس الرواد الذين فاهمين بالمواضيع خليهم يتركوا، اترك لهم الفرصه انهم يقنعوا ايه؟ يقنعوا الاخرين، يعني الناس اللي مقتنعين داخل الشركه بالمشروع وعندهم رؤيه بالمشروع وثاني مره تطلع انه المشروع هذا بيحقق نجاح. الناس اللي فوق انهم ما عندهم او معنى اخر ما اعطوش اي دعم او ما فيش اي حافز انه مثلا المشروع هذا بيحقق نجاح، المفترض انه اخلي هذول الناس انهم يقنعوا ليش؟ هم اللي يقنعوا الاخرين، يقنعوا التوب. اللي بعده ديمونستريت بريفيتس، معنى اظهر ليش؟ المنافع. لمن اظهرها المره دي؟ اظهرها اكيد للتوب. ديمونستريت بريفيتس اوف بروجكت مانجمنت باي يوزنج كي ماتريكس، يعني اعطي ارقام معينه او اعطي معايير معينه اقول انه ممكن المشروع هذا يحقق ايش؟ نجاح. Improved customer satisfaction, reduced cycle time to gain ايش؟ كل الكلام هذا عشان ايش؟ عشان اربح عليه الدعم. اللي بعده insufficient dedicated qualified project management resources، بمعنى اخر الموارد البشريه اللي عندي او حتى الموارد بشكل عام انها غير ايش؟ غير مؤهله بشكل كامل. غير مؤهله بشكل ايش؟ insufficient qualified، معنى غير مؤهله بشكل ايش؟ كامل. طيب ايش اللي يعمله؟ continuous training.
اللي بعده ريورد اند ريكوجنيشن اوف سيرتيفيكيشن بعد الجونيورتي شهاده ايش تقدير. اللي بعده كارير باث اوبشنز. بعد الكارير باث كمصطلح هذه من ضمن الاشياء اللي بجيب لكم بعدين بالاخير بقولكم ركزوا عليها من ضمن الاشياء اللي انا حاجز عليكم فيها. بعد الكارير باث اعطيكم معروفه لا ايش معنى الكارير باث؟ لا مسار الكارير اللي الوظيفة مسار الوظيفة يعني لا الوظيفة اللي المسار الوظيفي اللي هي مجموعة الوظائف اللي أنت تشتغل فيها. إذا هنا المفترض إنه طالما إني غير كفوة معناته إنه ضروري ثاني مرة أخذ بالاعتبار الأول إيش خيارات المسار الوظيفي اللي بيمر فيه بالأشياء الأشخاص خطة ثانية. اللي بعد اللي هي الفاندينج تمويل أند سبورت أوف بروجكت مانجمنت سنترز أوف إيش إكسلنس بيكون في معي مركز خاص بإيش بالامتياز أو بالبراعة خاصة بإدارة المشاريع. ضروري إيش أعمله دائما؟ أموله وأدعمه. إذا عشان لو قلت لك نحدد المعوقات اللي ممكن تعيق أي مشروع كم ناهية؟ أربعة معوقات. مقاومة بعده افتقار لإدراك أو افتقار ما فيش إدراك لمين؟ للقيمة اللي بيقدمها المشروع. الدعم من الفوق ما فيش. اللي بعده انه ما فيش الموارد اللي موجوده اصلا غير ايش؟ غير مؤهله. ايش الاكشنز اللي مفترض عملها هذه الاكشنز؟ الاكشنز اذا في بعضها اساليب اقناع معنى اخر انا كيف اقنع؟ في بعضها ايش؟ عمل ضروري يحتاج لي هنا عمل معناته انه يحتاج لي هنا ادرب. طيب في بعض الكتيبات او البروشورات اللي ممكن تؤهل مجموعة من الأشخاص العاملين في المشروع لأنهم يدركوا أهمية المشاريع وأهمية ثاني مرة كيف إن المشاريع هذه ممكن تحقق فائدة ممكن تحقق ثاني مرة إيش فائدة للأفراد والشركة سواء كان ما يقول مثلا إنه المشروع حقي لأنه نستثمر في تقنية معلومات ممكن 100% الوقت الجهد أشياء كثيرة جدا بتحققها لأن أقرب منافع ليش للشركة ففي المفترض إنه يكون في معي كتيبات أو حتى بروشورات توضح أهمية ليش؟ أهمية إدارة المشاريع أو حتى تكسب خبرة في إدارة ليش؟ في إدارة المشاريع. نأخذ مثلاً من ممكن يكون في معي بروشورات خاصة لمين؟ للكاستمرز أعطيها للكاستمرز ممكن ثاني مرة لمين؟ للإمبلويز ممكن الإمبلويز ثاني مرة يكون في بروشورات ثاني مرة بروجكت مانجمنت هاند بوك اللي عبارة عن كتيبات بسيطة الهاند بوك دائماً للكتاب كتيب مش كتاب كتيب كتيبات خاصة بإدارة المشاريع مثل أمر اليوزر جايد اللي هو دليل المستخدم أيضا بالنسبة للبي بروجكت مانجمنت سي أو إي أيضا ممكن يكون من عبارة يعني على علم أو معنى آخر إنه مطلعين على هذه الكتب اللي هي الكتيبات اللي هي ما يتعلق ببروجرام مانجمنت هاند بوك اللي هو كتيب ليش؟ لإدارة المشاريع بروجكت كنترول هاند بوك اللي هو كتيب ليش؟ مراقبة المشاريع بروجكت مانجمنت بروسيس اند تولز هاند بوك بي ام بروجكت مانجمنت بروف هنا مش معناته بروفيسور اللي هي البروفيشن اللي هي ليش المهنه يعني ديبلومنت ايش جايد يعني تطوير المهنه طبعا لاحظ انه كل واحد منها كل واحد من هذا عشان يوضح ايش اللي بيحققه الكتاب تغيير الزر انا هو تداري لما حد يقول لي مرضي بطريقه دي ايوه في بالنسبه للكاستمر هنا شوف ايدوكيت كاستمر اون بينفيت اوف ايش معنى اخر البروجر ده ايش بتعمل؟ بتعلم او بتدرس الزبائن على ايش؟ طبعا الزبون مو الزبون، الزبون اللي بيحصل على المشروع اللي هو بيكون بتلقى المشروع صحيح اللي بعده اللي هي بالنسبة للإمبلوي ممكن يتحقق اللي هو ديفاين بروجكت مانجمنت بروسيس تولز ان ديبث يعني يعطي ايش معلومات عن التولز وعن البروسيس نعم ايضا بالنسبة للريسك للتشينج للريكوايرمنت بالنسبة ايضا للبروجكت مانجمنت سي او اي اللي هو من سو اي اللي هو سنتر اوف اكسلنس هذا من الكتب هذه ممكن ايش بروجكت مانجمنت ريسورس جايد كويك ريفرنس مرجع سريع تشيك ليست كثير تشيك ليست دائما قائمة يعني قائمة فحص قائمة
ميتريكس ريبورتينج اند جابرينس ايضا كارير باث ممكن من طبعا المجيء اقرا الكتيبات الخاصه بتطوير المهنه اكيد هذه بتغير في المسار الوظيفي حقي ولا ممكن انا ممكن تخلينا انتقل من مكاني الى مكان ايش؟ الى مكان افضل. بالنسبه للاخير اللي هو الاكسكيوتيف جايد اللي هو البروجكت مانجمنت هنا يحتاج لنا ايش؟ دليل ايش؟ دليل تنفيذي. طبعا هذا بيكون التوب الذي بيستفيد مني من اللي هم الناس اللي فوق مجلس الاداره والشخص المجلس اللي بتكون عباره عن اكسكيوتيف يعرف بالضبط ايش المهام اللي المفترض يقوم فيها، ايش الادوار اللي ممكن اعملها. فممكن نستفيد هذه كلها تمثل ايش؟ خبره بالنسبه لي من بالنسبه لكل اللاعبين او الستيك هولدرز في ليش؟ في المشروع. طيب ايش المبادئ اللي ممكن تحقق إدارة مشروع أو برنامج ببراعة؟ إكسلنس ليش معناته؟ ممكن تكون امتياز أو ايش؟ أو ببراعة، ايش بالضبط؟ أول حاجة بروجرام بروجكت مانجمنت إكسلنس أند فيزيبيليتي. يعني إن أنا أدير المشروع ببراعة وذا مرة بوضوح. كلمة فيزيبيليتي ايش؟ وضوح. اللي بعده سبونسر شيب أكونتبيليتي أند ليدر شيب. اللي هو ضروري يكون في مسؤوليه في رعايه للمشروع اللي اسمه سبونسرشيب وفي ثاني مره ايش؟ قياده مسؤوله. اللي بعده بروجرام او بروجكت مانجمنت معنى اللي هي بروجرام بروجكت بعدين بعد مانجمنت بروجرام بروجكت مانجمنت جابرنس بوليسي ضروري يكون معي سياسه ايش؟ حوكمه للمشروع. شينج كنترول اند سكليشن شو سكليشن؟ شيء معناته تصعيد معناها اخر ضروري ثاني مره اتحكم بالمشاكل اللي موجوده لانه طبعا في مشاكل ممكن تصعد وهذه المشاكل اللي ممكن ترفع داخل المشروع ممكن تسبب انه المشروع هذا يتوقف. لذلك في ناس المفترض يكونوا موجودين على اساس انه يدللوا يقولوا دائما تدليل الصعاب. شيء تدليل الصعاب؟ اللي تدليل اي ايش؟ اي مشاكل ممكن تحدث اثناء المشروع. اللي بعد اللي هي ريسورس اوبتمايزيشن استغلال المسؤول اللي هي تحسين الموارد افايلبيلتي ثاني مره تكون الموارد موجوده اصلا مش وقتها وانا اصلح المشروع هذا احنا ايش نقدر ضروري يكون قد كلهم موجودين. واللي بعد الكوميتمنت اللي هي الالتزام الالتزام اذا ما فيش التزام اكيد 100% بيكون المشروع ايش؟ ما بنديروش اصلا ما بنديروش بشكل ايش؟ بشكل براعه معناها هذه كل عوامل نجاح مشروع او عوامل اداره مشروع بايش؟ بتميز او ب بروجرام بروجكت ريبوزيتوري اللي هو الشير ريبوزيتوري اللي هو مستودع بيانات المفترض انه يكون في معك ايضا ايش؟ دوكيمنتس يعني موضح فيه كل الخطوات الخاصه بايش؟ بالمشروع اللي بنتكلم عليه شويه اللي هي تسمى البروجكت مانجمنت اند ليسونز ليرند ايش الليسونز ليرند اللي هي ليش؟ الاشياء اللي تعلمنا براكتس الدروس المستفاده لانه الدروس المستفاده من اللي هي بالاخير هي بتشكل بعدين ايش؟ بيست براكتس بالنسبه لي لان بتصبح ممارسه انا عرفت انه لو عملت كذا 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 بحقق انجاز اذا المفترض ان انا اخليها بعدين ايش؟ معنى اخر ممارسه جيده بالنسبه لي للمشروع على ايش الاخر حتى ممكن اضيفها بعدين للدوكيومنت الخاص بالاي تي جابرنس. هذه اعتقد انه في المحاضره وانتم تتكلمون على البروجكت مانجمنت قلت لهم انه معانا اربع خطوات لاداره المشروع ايش بالضبط؟ ذكرتها انت مره صح ولا لا؟ جاتك بسرعه سنه شيء شيء التخطيط والتنفيذ البلاننج والاكسكيوتنج والايش الاخير؟ كلوزنج المراقبه وبعدين المراقبه وليش؟ طيب نبدا الان على واحده واحده عشان نشوف ايش الستيبز او ايش ايش المكونات الخاصه او ايش ايش اللي يحدث هنا في المرحله هذه؟ ايش اللي يحدث في المرحله الابتدائيه؟ ايش اللي يحدث في مرحله التخطيط؟ ايش اللي يحدث في مرحله ايش؟ التنفيذ وايش اللي يحدث مره بعدين في مرحله ايش؟ التقرير. اول حاجه بالنسبه لنا نشوف كذا المصطلحات وايش معنى بالضبط. اول شيء بزنس نيد بزنس كيس. الحاجه الى مشروع بزنس كيس حالة المشروع أو دراسة الجدوى، أنا بقول إيش الفرق بين البزنس كيس والفيزيبيليتي
طيب دراس جدول بس والبزنس كيس ايضا على فكره هي تشبه البزنس كيس انا قلت لكم حتى ايش حتى نفس الحكايه دراس جدول تبع بس ايش اللي ايش اللي الضرب عليه من الاكثر عموما شمولا الاولى اللي هي البزنس فيزيبيليتي الحاجه اللي ممكن نعملها انه ممكن انا ممكن يعني دائما واحد يقول ضروري يكون في دراسه جدول دراسه جدول عادي اللي نتكلم عنها دائما اليمين هي الفيزيبيليتي ايش لكن البيزنس كيس البيزنس كيس حتى داخله بضمن البيزنس جاستيفيكيشن يعني داخل فيه تفاصيل كثيره حتى انه اسمه ده حتى انه اي شخص عامل في المشروع لما يجي يقرر نعم مو مرجع من المرجع اللي هو البيزنس كيس اللي هي البيزنس ايش جاستيفيكيشن البيزنس كيس هو عباره عن دوكيومنت على فكره اكتبوه انت تكون انا قلت لكم من ضمن المصطلحات قلت لكم تقراوها للبزنس قبل ما تحتاج عليك على الاقل لمده تو ما ذكرناها ان شاء الله بنجيبها لكم بقول لك مثلا انه مهم جدا ان تفهم شو بالضبط انت لما يقول لك واحد بزنس جاستيفيكيشن اعرف انه ايه دوكيومنت دوكيومنت داخله اكيد معلومات مليان المعلومات هذه يرجع لاي واحد الشيء اتخذ قرار لانه قد اسمها اصلا بزنس جاستيفيكيشن يعني مسوق عمل دائما ارجع له عشان ابرر ليش اتخذت القرارات؟ ما اتخذتش القرارات كل اجزام، لا انا معي ايش؟ انا معي بزنس جاستيفيكيشن ارجع له. طيب اللي بعده اللي هو الفاندنج اللي هو قصدي الاوثرايزيشن تفويض الفاندنج تمويل بروجكت كارتر الميثاق الميثاق الخاص بالمشروع بروجكت اورجنايزيشن اللي هو تنظيم ليش؟ المشروع بروجكت مانجمنت إدارة المشروع هذه كل المرتبطة تكون موجودة هنا اللي هي بروجكت مانجمنت أوفيس لكم عليها مرة مكتب إدارة ليش؟ المشروع كريتيكال سكسس فاكتورز اللي هي عوامل النجاح الحرجة ضروري حديدة بالضبط عوامل النجاح الحقيقي بالنسبة لنجاح المشروع أيضا في معنى اللي هي بروجكت ماتريكس اللي هي مرة تذكرت عوامل قد تكون مثلا من ضمن الكي بي أي طيب هنا الفايتال ساينز الفايتال ساينز لما تجي تشوف تقراها هي تعتبر مؤشرات حيوية ايش المؤشرات الحياة؟ ممكن يكون المصطلح هذا طبي اكثر مما هو اكثر مما هو بزنس يعني المؤشرات الحيويه معناته انه في معي ايش ارقام معينه لدقات القلب او من الحاجات هذه على اساس ان انا عايش انه الانسان هذا عاد في مرحله استقرار او العدوى فيقولوا على مؤشرات حيويه الارقام اللي موجوده تشير الى انه الانسان هذا عاد ايش؟ عاد يعني في حاله استقرار اذا عدت الارقام هذه اذا تعدت بالموجة او معنى اخر بالزياده او بالنقصان ممكن ايش ممكن يعرف انه الاستقرار اللي موجود الان اللي دائما يذكر حتى بالعمليات المركزيه وكذا اللي هي الفايتال ايش؟ ايش المؤشرات الخاصه او المؤشرات الحيويه؟ طيب ايش علاقتها هنا بال ايش علاقتها؟ يمكن تشبه الكي بي كي بي اي يمكن تشبه الكي بي اي بس الكي بي اي دائما الكي بي اي حاجه انا اطلع عليه وارجع انتقل لي بعدين ايوه اما هنا عاد احنا فما ذكرناش كلمه كي بي اي لذلك انا يدق لي معي هنا يعني كان ممكن تكون يعني ممكن تكون المايل ستونز الدراسه السوقيه بالسوقي الخدمه اللي انا بقدمها السوق حاليا يحتاج يعني العوامل المعي تؤشر ان المشروع مكانه باقي او انه المشروع لا مكانه هو انا ده كده انا عارف انه المشروع اقوى من ايش بس عادي بس انت مش تلقى مشروع انه من ضمن الاشياء اللي ممكن تلاقي المشروع انه ما يكونش في ادراك ما يكونش في ضغط يعني كيف بقنعهم بقنعهم ايش مؤشرات انت بتقول المؤشرات يعني هي مؤشرات اصلا حيويه يعني مؤشرات حيويه معناته انه اكيد في نفس الوقت تحدث هي ممكن تكون اكثر حاجه ممكن نقاربها هنا اللي هي المايلستونز ايش اللي هي الاشياء اللي تحدث اثناء المشروع التحقق اللي بعد الجو نو جو الجو نو جو الجو نو جو ايش هو ده؟ مصطلح على جو كان جو يعني استمر يعني نقول يعني لك اشتغل نو جو طبعا هذا عباره عن ايش؟ هذا عباره عن باراميترز يسمونه تيست عباره عن برامج او عامل احتيال يعني كانوا تحكم فيبو شرطين شرطين الشرط الاول جو والشرط الثاني نو جو الشرط عشان امر عشان اشتغل ضروري الاول يكون باس والثاني في لو الاول فين والثاني باصر ما ينفعش لانه جو معناته ان انا المفترض ان انا انجح
نو جو معناته انه في حاله ايش يعني كاننا اقول لك في حاله بقول مثلا اعمل